السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم خاوتي في هذا الفيديو الذي يعرفنا بكلية العلوم والتكنولوجيا. هذه الكلية من بين أهم الكليات، لماذا؟ لأنه كل تخصصاتها تخصصات عملية تطبيقية وميدانية كذلك، يعني نلقوا فيها مثلا الكهرباء، الهندسة المدنية، البناء، الميكانيك، الكيمياء الصناعية، كل هذه يعني تخصصات عملية تطبيقية وميدانية، لذلك فهي يعني كلية حيوية جدا. الآن الالتحاق بهذه الكلية يتطلب يعني معدل يتراوح ما بين 10 إلى 11، يعني معدل حوالي من 10 إلى 11 في أغلب الجامعات، لكن هناك جامعات أخرى مثلا جامعة باب الزوار زي العاصمة يعني تتطلب يعني معدل بين 12 إلى 13، من 12 إلى 13. لماذا؟ لأنه التكوين في هذه التخصصات في هذه الكلية يعني يتطلب إنسان يعني متهيئ جدا وعنده كفاءة في المواد العلمية. لذلك يعني الشعب اللي مخول له الالتحاق بهذه الكلية هي الشعب العلمية، أما الأدبيين فلا حق لهم في أي من هذه التخصصات. فهمنا؟ جيد. الآن كغيرها من الكليات، تكوين في أقسام وتخصصات هذه الكلية فيه 3 أطوار للألمدي، وهي الليسانس 3 سنوات، الماستر 2 سنين كالعادة، والدكتوراه بعد اجتياز يعني مسابقة الدكتوراه الكتابية إذا نجحت تدرس 3 سنوات لتصبح دكتور في أحد تخصصاتها. بالنسبة لما يميز هذه يعني الكلية هو أنه فيها سنة أولى جذع مشترك، يعني في الليسانس هناك سنة أولى جذع مشترك لكل الطلبة باستثناء يعني الطلبة الموجهون إلى قسم الهندسة المعمارية أركتكتور، يعني طلبة اللي راح سنة أولى أرشي يقرأوا سنة أولى أرشي مباشرة، أما بقية الطلبة الموجهين إلى هذه الكلية فكلهم يقرأوا نفس المواد ويخضعوا نفس المقاييس في السنة الأولى جميعي باستثناء قلنا كلية الهندسة المعمارية اللي هي تابعة لهذه الكلية، لكن تكوين تاعها تكوين خاص يبدأ من أول سنة جامعية. إذن في الليسانس كما قلنا سنة أولى هي جذع مشترك، يتلقى فيه الطالب المقاييس الآتية: يقرأ رياضيات، يقرأ كيمياء، فيزياء، إعلام آلي، منهجية البحث، مادة تعريف تخصصات الهندسة لأنه فيها يعني هندسة مدنية، ميكانيكية، ري، يعني قدامهم هندسة، فيها كذلك فرنسية والإنجليزية، يعني فيها إعلام آلي كما قلنا قبل، كذلك الفصل الثاني فيها مهن علوم وتكنولوجيا بالإضافة إلى الأعمال التطبيقية للفيزياء والكيمياء. كذلك ما يميز هذه الكلية يعني في مختلف أطوارها وهو اعتمادها على يعني نوعين من الحصص، عندنا الكور المحاضرة فيها الدرس، وعندنا تيبي يعني حصص تطبيقية، يعني الطالب في الميكانيك أو الكهرباء أو في الري في التيبي ما راحش يكتب درس فقط بحث يقدمه، ولكن راح يكون هناك يعني مشاريع صغرى ينجزها يطبق بعض المشروعات مثل كهرباء مثلا يخدم يصنع شيء في الكهرباء، ميكانيك نفس الشيء يقدم مشروع في الكهرباء، يعني ورشة، عبارة عن ورشة، يعني حصة التيبي هي عبارة عن حصة ورشة أعمال. السنة الأولى هذه جذع مشترك كما قلنا باستثناء هندسة معمارية العرشي يقرأ السنة الأولى مباشرة هندسة معمارية. السنة الثانية في هذه الكليات العلوم والتكنولوجيا طلبة رايحين يتخصصوا ورايحين كلهم يعني يلتحقوا بأحد
أقسام هذه الكلية، والتي هي قسم الهندسة الكهربائية رقم واحد، قسم الهندسة المدنية والري رقم اثنين، قسم الهندسة الميكانيكية رقم ثلاثة، ثم كما قلنا في سنة أولى هنايا مباشرة طبعت لها سنتين نفسها هندسة معمارية، ثم كذلك هناك هندسة صناعية، كذلك في جامعات أخرى نلقوا مثلا كيمياء صناعية، نلقوا هندسة الطرائق، وكذلك نوجد كذلك هندسة كيميائية. يعني كما تشوفون كل هندسة هندسة هندسة، يعني كل شراه تطبيقي، كل شراه براتيك، كل شراه عملي. ها فهمنا جيد. إذا هذا في السنة الثانية، يعني في السنة الثانية هندسة 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 هندسة. الآن في السنة الثالثة كل قسم هذه الأقسام يعني تحت تندرج مجموعة تخصصات أكثر فأكثر. مثلا في السنة الطالب اللي قرأ السنة الثانية هندسة كهربائية، لما يفوت السنة الثالثة يتخصص إما في كهرباء أو إلكترونيك أو إلكتروتكنيك أو كهرومغناطيسية، اتصالات سلكية وسلكية، إشارات، تحكم آلي، أوتوماتيزم، أو طاقات متجددة. يعني هذه كلها راهي تخصصات السنة الثالثة الليسونس يتخلص بها الطالب من قسم الهندسة الكهربائية في كلية علوم التكنولوجيا. الهندسة المدنية والري هنايا طبيعة الحال نسموها جيني سيفيل، يعني خاصة بالبناء والأسرة العمومية وكذا. في السنة الثالثة يقرأ أشغال عمومية، تخرج ليسونس أشغال عمومية. للسنة الثانية يقرأ هندسة ميكانيكية كذلك، لما يفوز السنة الثالثة راح يتخصص إما في هندسة المواد، هندسة المناخ، طاقوية، تعدين، وهندسة التكييف. يعني هذه كل التخصصات نجدوها في السنة الثالثة تابعة للهندسة الميكانيكية ضمن كلية العلوم والتكنولوجيا. وكما قلنا قبل يعني الجامعة تقريبا فيها أغلب هذه التخصصات، لكن بعض التخصصات هذه نلقاها في جامعات أخرى، ماهيش كل جامعة واحدة أحيانا. فهمنا؟ كذلك بالنسبة للهندسة المعمارية كما قلنا من سنة أولى هكذا، ثم ثانية نفسها، لكن السنة الثالثة طالب يتخصص إما هندسة معمارية والبيئة، مشروع عمراني، أو تراث عمراني في الصحراء. يعني هذه ثلاث تخصصات في ليسونس أرشي، ليسونس هندسة معمارية. كذلك في بالنسبة للهندسة الصناعية عندنا كذلك فيها مجالات كثيرة، منها ليسونس في السنة الثالثة هندسة المناجم، محروقات، نظافة وأمن صناعي، وغيرها وغيرها كثير جدا. لكن في أغلبية الجامعات فيها هذه التخصصات العامة، أو تقريبا نقولوا يعني المندرجة تحت الأقسام المذكورة آنفا. كما تشوفوا هنايا يعني آفاق العمل في هذه الأقسام كلها يعني آفاق واعدة جدا. لماذا؟ لأنها عملية ومطلوبة جدا في قطاع الصناعة، في المؤسسات، في الشركات، في المصانع، في الصحراء، حسين سعود، الشركات البترولية، الشركات يعني في كل الكهرباء، في كل مجال، الري كذلك، فلاحة، وكل في الفلاحة، في كل شيء، ميكانيك تقريبا في كل شيء، الهندسة المعمارية كذلك مكاتب الدراسات في يعني في كل مجالات تقريبا. فهمنا؟ بالنسبة لجيني سيفيل كذلك متاح لهم في التعليم، كذلك مع جيني سيفيل يقرروا رياضيات مات في التعليم، يعني يخشوا ميدان البناء والمقاولات وميدان يعني كما قلنا اشغال عموميه واشغال حره كتب دراسات، بالاضافه لانهم يقدروا يقروا كذلك يدرسوا ماده الرياضيات في المؤسسه التعليميه. هندسه صناعيه، هندسه المناجم، محروقات، بالامن الصناعي، هذه كلها كذلك يعني قطاعات حيويه جدا جدا، مطلوب الالحاح في كثير من يعني القطاعات الصناعيه والشركات البتروليه خاصه في الصحراء، وفيها افاق واعده جدا جدا جدا. هذا هو اخوتي يعني باختصار ملخص خفيف لاقسام وتخصصات كليه العلوم والتكنولوجيا. يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم.